فتح معك. بياخد شوية وقت لكن ماشي الحال. خلاص انا شايف ان انت بتعمل شير. طيب يعني انت عندك اكواد تقدر تشاركها معايا، ولا انا اديك اكواد تعدل فيها؟ لا الحين ما عندي شيء، كل شيء راح، كل اللي سويناه قبل. طيب اوكي ماشي. طيب بص، انا هشارك معاك اكواد اهي. انا حطيتها لك على الواتساب، اعمل لها كوبي وحطها عندك. هتشيل السطر رقم 7 وتحط الأكواد اللي أنا اديتها لك. هتضطر تشيل السطر الرقم 7 كامل. أيوة تمام صح. وتشيل العلامة دي يا زيد. أيوة أيوة تمام كده ماشي. حاول تعمل رام كده يا زيد. ايوه حط سيمي كولون. ايوه ممتاز. طيب يزيد، لا انت فاكر احنا كنا محتاجين نعمل ايه؟ اذكرك اللي يعني من اي ناحية تقصد؟ الاكسرسايز او الواجب اللي كان المفروض يتعمل. كنا المفروض نقول ان احنا عندنا نتيجة الماتش ما بين مانشستر وتشيلسيا، واحنا ايه محتاجين نعرف او ناخد النتيجة دي كده، السكور بتاع مانشستر، ونقارنه بالسكور بتاع تشيلسيا. بس احنا لما عملنا في أداة عندنا اسمها سبليت، لما استخدمنا الأداة دي، الأداة بتعمل إيه؟ بتشوف الجملة كاملة دي اللي هو النص ده، وبتقسمه لاتنين عن طريق العلامة الفاصلة. يعني أنا دلوقتي شايف هنا في فاصلة، بص كده شايف الفاصلة اي دي. هذا عارفه هذا تمام ايه. جميل تمام. إحنا دلوقتي السكور واحد وسكور اتنين ده بقى فيهم دي ودي. تمام يعني بص شايف كده، انا طبعت الاثنين، سكور واحد وسكور اتنين وسكور واحد، طبعتهم هنا ماشي. بس مش ده طبعا اللي انا المس عايزه. انا عايز ها اخد الاثنين واخد الواحد. كيف تعرف اثنين وتاخذ واحد؟ يعني اطلعهم دلوقتي، هما دلوقتي نص. يعني شايف ده كده سترينج، سكور واحد ده سترينج ايه وسكور اتنين سترينج. السترينج في السكور واحد مانشستر يونايتد اتنين، السترينج في سكور اتنين تشيلسيا واحد. بس انا مش عايز كده، انا عايز اطلع الارقام لوحدها عشان اقدر اقول مين اللي فاز منهم. عايز الكمبيوتر يقول لي مين اللي فاز من الاتنين دول. ازاي تعمل كده؟
افصل الارقام، طيب جميل، افصلهم. ازاي نفصلهم؟ احط فاصل نفس الاولى. طيب حلو جدا، ماشي. لا 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 استنى، انت مش مسموح لك تعدل. استنى بس يا حبيب قلبي، انت مش مسموح لك تعدل هنا خالص. انت دي اعتبر ان العميل جايبها لك كده، ما ينفعش تعدل فيها. انت محتاج تعمل بالبرمجه، تستخدم حاجات بالبرمجه عشان تقدر تطلع الاثنين دي لوحدها. انت الاول بص كده، بص انا اسالك سؤال. السكور واحد فيها ايه هنا؟ ايه بص كده، يعني مش انت طبعت سكور واحد؟ ايه طيب فيها مسافه هنا، مسافه فاضيه، وفيها هنا برضو مسافه فاضيه، صح كده؟ طيب هل انا ممكن استخدم السبليت واقسمهم لثلاث حاجات عن طريق المسافه الفاضيه دي؟ يبقى هحصل على مانشستر لوحده، واليونايتد لوحده، والاثنين لوحدها. صح طيب ممكن نعمل كده بعد اذنك، يعني حاجه شبه دي كده، شبهها بس يعني محتاج تظبطها شويتين. انت هنا لما عملت سبليت عملته على الريزلت، بس احنا لما نعمل سبليت هنا عايزين نعمل سبليت للسكور واحد. ايه، بس لما حافظني يعني انه احط بدل الفاصل كوما هنا احط فراغ سبيس كذا، بس ايوه صح، ايوه صح، هو راح يقسم لي. صحيح فعلا. طيب بس وين احطه؟ يعني احط اي مكان عادي اني مضيع شوي. طيب بص، انت محتاج تحطها هنا يا زيد. يعني انت دلوقتي خدت سكور واحد، وانت عرفت ان كده فصلت الاثنين عن بعض عن طريق الكوما. محتاج تفصلهم تاني عن طريق السبيس، بس تحط الكلام ده هنا. صحيح، انت ممكن تنقل زي ما انت بتعمل، بس خد بالك انت ما ينفعش تستخدم نفس الاسامي، يعني ما ينفعش تستخدم البارتس. أدري. ماشي، مقبول، ايوه تمام، جميل جدا، ممتاز جدا يا زيد، تمام. طيب جميل، انت فصلت صحيح، فصلت، يعني انت فصلت ده كده، هيطلع لك ثلاث حاجات في البارت دي، بس انت ما اخدتش اللي جوه البارت ده وطبعته عشان اي تعرف لا ايه انا الموجود عارف، جوه. بس عشان اعرف انا صح ولا لا، انه جميل، سكور 1 هذه لحاله. بس وخد بالك كمان ان انت عملت قسمت الريزلت مش السكور. انت المفروض تاخد السكور ده هو اللي تحطه هنا بدل الريزلت. ما هو مش هيقسم لك الريزلت تاني، ما هو قسمها خلاص. ايش هنا حطوا؟ شو بص ما هنا هو لما هو بدل الريزلت احط سكور؟ واحد اللي هو فيه اللي اه موجود فيه المانشستر. ماشي، واعمل سطر بقى كده برينت. قول لي هتضطر تطبع ايه بقى؟ ايه اللي ممكن تطبعه هنا دلوقتي؟ لانه يصير عندي 3 بارتات، فاسوي انا بارت نفس اللي طلع لي في البارت لحاله. استنى دقيقة خلني اقفل هذه. ماشي، ايوه اخذ كل بارت لحاله، لان الحين عندي 3 بارتات انا، او 3 اجزاء. صحيح. ايه بارت اول بارت هيكون ايه؟ مانشستر. تاني بارت هيكون يونايتد، ايه والتالت بارت هيكون يونايتد اتنين. 2. اتفرج كده هنا، لو بصيت هنا تعرف ازاي تاخد البارت من هنا.
لا كيف احط كيف تحطه اهو. هذا؟ اي خلاص طيب ايه انت شفت ظهر عندك ايه هنا؟ طب بعضك مانشستر. ايه يا ابني والله انت، والله انت ذكي، والله العظيم انت ذكي. يعني رائع رائع. كذا خلاص. ايوه صحيح احنا كده خلاص. استنى بس أنا بس مشكلتي إني ما أمارس واجد لأن ما في وقت، صحيح يعني انا عارف مرة كده، ضغط يعني. انا عارف كده، انا عارف ان انت برضو ممكن مش يعني مش منظم امورك شويتين، بس والله انا مستخسر ان انت ما تكونش متفوق يعني، والله مستخسر يعني. لا أعرف، بس أنا يعني زي يعني لو كنا في إجازة مثلا، يعني إن شاء الله الحين مثلا على نهاية اشتراك هذا، على وقت التجديد راح يكون في إجازة، فيكون عندي مساحة أكثر الحين. يعني أسبوع هذا أنا اللي راح اختبارين، الأسبوع الجاي عندي 3 اختبارات، عندي اختبار يوم الأحد، يا واختبار ربي يوم اثنين، اختبار يوم أربعاء، يا ربي يا الأسبوع اللي ربنا بعده يعينك عندي يا رب اختبارين، وماشي زي كذا. يعني الفاينل بعد شهر، يا ربي خلال يا الشهر ربي. هذا كل أسبوع 3 اختبارات، لأن عندي كوزات وعندي مد ومشاريع، فمرة ضاغطين النظر، فما في وقت إني يعني أرجع أتفرج على المقاطع وزي كذا. طيب ماشي. طيب انت انت حابب، انا ما بديش ان انا اعد يعني أنا عليك لو حاجه عشان تسألني، خلاص يعني. بص يا زيد، أنا بص لو يا زيد أفضل، بس دقيقة بس دقيقة، لو أفضل أنا اها أن نسوي نتدرب يعني وقت القصة، يعني في مدينة، يعني كنت أدرب زي كذا يعني أسوي. تمام. ولا حابب اوقفك شويه مثلا اسبوعين ثلاثه لحد ما تخلص الاختبارات ويكون انا مش الهدف ان انا اعدي عليك حصص يا زيد. انا مستخسر ان انا يعني اديك حصه وانت ما تستفدش منها. والله مستخسر يا ابني، والله والله مستخسر يعني، يعني مستخسر ان انا اديك حصه انت ما تستفدش بيها. فاوقفك اسبوعين تخلص اختبارات وتكون على الاقل فايق شويه معايا عشان انت تستفيد، ولا انت فكر فيها ورد عليا يعني براحتك. انا في النهايه انا عايز مصلحتك وعايزك تقول لي انا اساعدك ازاي. نوقف الأسبوع الجاي لأنه ماشي هو أكثر أسبوع فيه ضغط. طيب ماشي 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 يا ابني، والله معاك اللي انت عايزه، اللي انت عايزه يا ابني. طيب ربنا ييسر الامر، ربنا ييسر لك الامر. ماشي جميل. طيب بص يا جديد، انت دلوقتي الجزء الاخراني ده انت طبعته كده صح؟ بس هو هذا الاثنين. جميل جميل اللي هو ده، وده ايه المهم بالنسبه لنا. طيب هل احنا ممكن نحوله من سترينج نخليه انتجر؟ هو دلوقتي سترينج ايه وعايزين نحوله لاثنين، بس دلوقتي هو وضعه كده محطوط عليه دبل كوتيشن جوه الذاكره، احنا عايزين نخليه اثنين من غير دبل كوتيشن. طبعا انت مش شايف الدبل كوتيشن جوه الذاكره، بس انت لو انت حطيت علامه البلس هنا كده زائد صفر هنا في السطر ده، شوف كده هيطلع لك ايه. ما راح يطلع لي صفر يعني. طيب وريني كده، فرجني. زائد صفر، حط زائد صفر. طيب فرج كده شوف هيعمل لك ايه. هيطالع 20، بس انه مو 20 20، يعني المفروض 2. ايوه صحيح صح كده تمام، يعني طلع لك 20. جميل جدا. طيب وهي يعني 2 المفروض.
المفروض انها اتنين، يعني معنى ذلك انهم عامل الاتنين دي والصفر انهم إنها اسم. نصوص وحطهم جنب بعض. طب ازاي نحول النص لانتجر؟ ممكن نجرب نستخدم كده ونحط النص جواها. فاكر؟ بعد البار لا، قبل البارت، وتفتح قبل البارت، تفتح تحط الانت وتفتح قوس. وتقفل القوس. بص، طالما فتحنا قوس لازم نقفله يا زيد. ايه بس البارت هنا تقفل القوس. لا استنى، هو الاثنين نعم دي تبع البارت، يبقى لازم تخش جوه القوس، يعني لازم تقفل القوس هنا. اوكي عشان يحول الامر. بالظبط، لو قفلنا على البارتو احنا عزلنا الاثنين. صحيح. طيب هو ما قبلش، ايه بقى الايرور اللي طلعه لي؟ واللي الايرور على اللي هو هذه يعني الاقواس كده مش قابل ان انا حاط احط له لي ايرور على ايه طيب ايه في رأيك اللي ممكن يتعمل؟ هل الانتجر دي اصلا احنا جربنا نستخدمها قبل كده، ولا دي اول مرة تشوفها؟ لا ما اذكر ان حولنا من نص الى يعني ان شيء اخذناه كنص حولناه الى انت. طيب بص، ممكن تحط البارت دي، ممكن تحط البارت، ثانية واحدة هقول لك. ممكن دلوقتي انت طبعت اللي في البارت 2، هل ممكن تحط البارت تعرف متغير من النوع انتجر في السطر هنا كده، تقول لي انتجر، ماشي؟ خليني افكر نقول ايه، نقول مثلا يونايتد اندرسكور سكور، او مانشستر ام اندرسكور، خلينا نقول ام اندرسكور سكور بالمنظر ده كده، بيساوي بارت 2، تحط الانتجر دي تروح حاطط انت، تقول بارت 2 بالمنظر ده كده، وهنا بدل ما تطبع بالطريقة دي تحط تطبع ام اندرسكور سكور، اللي هي اختصار مانشستر سكور. فهمت حاجة من اللي انا عملته؟ يعني ده كده هتحطه هنا في السطر، اعمل تعالى هنا سطر رقم 17 واتك انتر، وسيب لنفسك مساحه هنا. ما بين السطرين هنا. ايوه بالظبط، اكتب بقى السطر ده كده. انا كده عرفت متغير جديد من النوع انتجر، شيء تغير. طب ليه يا زيد؟ ما عايزك بقى تشيل اللي في السطر رقم 19 ده، وتحط الام سكور، ام اندر سكور سكور بدلها. يبقى تعمل برنت
للمتغير ده. نلم سكرات. ايوه يعني بارتو تلقائيا يحاولوا انت كذا صح؟ نعم حبيبي. اقول كذا لما نسوي زي كذا هو يحول البارتو اللي هو اثنين الى انت تلقائيا، انه دائر على الاقواس. المفترض ان هو فعلا يغير، بس احنا طلع لنا ايرور، احنا لازم نفكر الايرور ده نحله ازاي. الهدف ان احنا نعمل ايه؟ الهدف ان احنا نغيره الانتجر، بس احنا مش عارفين لحد دلوقتي ازاي نغيره الانتجر، وده محتاجة تفكير. هل هو انت حط، هو حط على الأقواس المشكلة، هو حط. ماشي جميل. طيب بس السؤال بقى، انا عايز اقول لك انه اعوذ بالله من الرجيم، عايز اقول لك احنا خدنا الكلام ده في انهي كلاس عشان انت تبص على المعلومه بنفسك. وهو انا لو فضلت يعني لو انا عرفتها لك دلوقتي هتنساه. طيب بص، هي المشكلة إن أنت مسحت الأكواد القديمة، فبالتالي هنقفل يا يزيد ونفتح تاني. تمام. ماشي.